مركز صيانة الآثار بالجامعة بعد أن تم تكليف هذا المركز من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. هذا المشروع هيشمل التدعيم الإنشائي ورفع كفاءة الواجهات لمتحف الفن الإسلامي وأعمال الترميم بالمتحف بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه. نشوف التقرير. متحف الفن الإسلامي المصري هو قبلة الدارسين والعمود الفقري للسياحة الإسلامية، ولكن بعد الأضرار التي تعرض لها المتحف من أكثر من 7 أشهر وما لحق به من دمار وبمقتنياته الأثرية من تلفيات بالغة جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة صباح 24 يناير الماضي، فوصل صباح اليوم وزير الدولة الإماراتي إلى المتحف واجتمع مع وزير الآثار لبحث سبل التعاون المشترك لترميم متحف الفن الإسلامي. ستأخذ على عاتقها ترميم المبنى بالكامل وقاعات عرضه وفترينه وإعادة هيبته. ارتأت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أن يضم هذا المشروع من ضمن حزمة المشاريع التنموية الداعمة لتنمية جمهورية مصر العربية وإعادة استقرارها. ما يقرب من 165 قطعة أثرية دمرت و74 قطعة تهشمت بالكامل، معظمها من الزجاج والخزف جراء هذا العمل الإرهابي الغاشم، من إجمالي 1471 قطعة نادرة كانت معروضة بالمتحف. الأشقاء العرب الإماراتيين وتعهدوا بإعادة تأهيل هذا المتحف العظيم وإعادته إلى ما كان عليه مرة أخرى ليعود لكي يستقبل محبيه وعشاقه ودارسين الآثار الإسلامية. مشاركة دولة الإمارات في إعادة ترميم المتحف الإسلامي المصري هي صورة جديدة من صور التكاتف بين الأشقاء العرب. متحف الفن الإسلامي المصري يعتبر أهم وأكبر المتاحف الإسلامية بالعالم، وبمساهمة إماراتية لإعادة تأهيله وإعمار المتحف يعيد الأذهان تكاتف الدول العربية. نشوى الشريف، الحياة اليوم.